أهلا بكم مشاهدينا من جديد. فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الإسبوعية 19 مناقصة تتبع 9 جهات حكومية، بينها 6 مناقصات لهيئة الكهرباء والماء تعلقت إحداهن بطرح مشروع تجريبي لتحسين كفاءة الطاقة في بعض المباني الحكومية تقدم لها عطاءً أقلهما ب1,080,000 دينار. وطرح المجلس مناقصة لتعيين شركة إنتاج للمواد الإعلانية لطيران الخليج تقدم لها 6 عطاءات أعلاها بقيمة 29,600 دينار، فيما طرح المجلس الأعلى للصحة مناقصة لتصميم برنامج الضمان الصحي الإلزامي للأجانب تقدم له 3 عطاءات أعلاها بقيمة 731,000 دينار. وطرحت هيئة الكهرباء والماء مناقصة قطع غيار لمحطة رأس أبو جرجور تقدم لها 3 عطاءات أعلاها بقيمة 87,400 دينار، فيما طرحت إدارة المخازن المركزية مناقصة محطات فرعية بعطاءين أعلاها 57,700 دينار. انخفضت بورصة البحرين خلال تعاملات الأسبوع بفعل هبوط الأسهم الكبرى وفي مقدمتها المصرفية ونزول المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.98%، بما يعادل 15.07 نقطة بنهاية الأسبوع. مشاهدينا، المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 19,487,621 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 4,505,395 دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 461 صفقة. وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 27 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 9 أخرى، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات. وعلى مستوى الشركات جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة، وجاءت في المركز الثاني شركة IPM Terminals البحرين. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. دعا وزير الطاقة السعودي خالد الفالح المستوردين العالميين إلى تأمين شحناتهم من الطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز. وقال الفالح إن الطلب الحالي على النفط متين بدرجة معقولة، لافتا إلى أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين لا تؤثر على الطلب النفطي إلى حد كبير، لافتا إلى أنهم مستعدون لتلبية الطلب الهندي لإمدادات إضافية من النفط. وحول المحادثات بين ريلاينس وأرامكو بخصوص حصة أقلية في مصفات هندية، فأكد إنها لم تتوقف، معربا عن تفاؤله بشأن إبرام الاتفاق بين الشركتين. وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أنه من المحتمل إجراء الطرح العام الأولي لحصة من أرامكو في السنة المقبلة. ومشاهدينا، النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. عملة فيسبوك الرقمية المرتقبة تثير المخاوف الأمنية في بريطانيا. قالت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنها ستبيع أصولاً بقيمة نحو 5 مليارات دولار، معظمها في أنشطة التنقيب والإنتاج بقطاع المنبع، مع سعيها للتركيز على مشاريع ذات مستوى منخفض لنقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات يمكنها تحمل أسعار النفط المنخفضة. وأعلنت الشركة انخفاض صافي الربح المعدل بنسبة 19% في الربع الثاني إلى 2.9 مليار دولار مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، وهو ما عزته إلى مزيج من العوامل غير المواتية في السوق. وتشمل تلك العوامل نزول أسعار النفط مقارنة مع الربع الثاني من 2018 متراجعة 7%، والانخفاض الحاد لأسعار الغاز وهبوط هوامش أنشطتها التكريرية.
تكبد البنك الألماني دويتشي بانك خسائر بالربع الثاني من العام الجاري تجاوزت 3 مليارات يورو، في حين كان يتوقع البنك أن يسجل خسائر ب 2.8 مليار يورو. من جهة أخرى، توقع محللين بتسجيل البنك خسائر في حدود 1.7 مليار يورو خلال الربع الثاني. وأرجع دويتشي بانك هذه الخسائر إلى الإصلاحات التي يقوم بها، أبرزها خطته بتخفيض عدد الوظائف ب 18 ألف وظيفة بحلول العام 2020. قالت شركة نيسان موتور إنها ستستغني عن 12500 وظيفة على مستوى العالم بحلول عام 2022، وستقلص إنتاجها مسعى لكبح التكاليف في الوقت الذي تكابد فيه تباطؤ المبيعات وارتفاع النفقات، بينما تحاول التعافي من فضيحة تتعلق برئيس مجلس إدارتها المعزول كارلوس غوسون. وأعلنت ثاني أكبر شركة تصنيع سيارات في اليابان عن هبوط بنسبة 98.5% في أرباح التشغيل للربع الأول، في الوقت الذي لا تزال تواجه فيه صعوبات في أمريكا الشمالية، وهي سوق رئيسية عانت فيها من تصاعد التكاليف الناتجة عن الخصومات التي تقدمها على السيارات لمواكبة الوتيرة القوية لمبيعات منافسيها. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وفي آخر أخبارنا الاقتصادية، يدرس أعضاء في البرلمان البريطاني فتح تحقيق في عملة فيسبوك الرقمية المرتقبة بعد أن أثيرت مخاوف من أن العمل بها قد يكون عرضة للتزوير. ومن المتوقع أن يطلق عملاق مواقع التواصل الاجتماعي عملته ليبرا العام المقبل، وستتولى العديد من الشركات الشهيرة إدارتها مثل فيزا وباي بال وماستر كارد. وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي قد أبدوا الأسبوع الماضي تحفظهم بشأن مشروع الموقع الأزرق، رغم أن الأخير حاول طمأنة المشرعين الأمريكيين.